ها قال يدوروا مش يطوفوا الكعبة أثناء ممارسة الطقوس الدينية، لكن يمكن طقوس. يمكن أن يوضع لهم مكان مشرف على هذا المكان بحيث يروا الناس وهم يمارسون طقوسهم، كالمكان الذي يوضع مثلا للصحفيين أثناء المؤتمرات الدولية، يشاهدون ما يدور في المؤتمر أو في الندوة لكن دون أن يكونوا مشاركين في هذا الشيء. هذا الأمر باعتقادي مهم جدا، أولا من ناحية سياحية، ثانيا من ناحية تجارب الأديان، ثالثا وهو الأهم هو يعد دعاية دينية وتبشير ديني الله. بالإسلام. شوف ترقيق القلوب، ملايين السائحين سنويا إلى هذا المكان ويشاهدون ما يدخل الإسلام وهم يمارسون هذه الطقوس، قد يهدي الله قلوب البعض ويصبحوا مسلمين. لماذا نحرم الناس من فرصة مشاهدة أهم مكان مقدس وملاحظة الناس وهم يتعبدون فيه وهم يدعون الله وهم يمارسون هذا الطقس التعبدي الجميل؟ لا أدري ما هي المشكلة، وموروثنا الديني بالإمكان أن نجد أحاديث هنا أو هناك في صحيح البخاري ومسلم أو أي تأويل أو أي شيء يعمل أي تخريجة بحيث تكون هناك منصة يسمح فيها لعشرات بل مئات الآلاف لأتباع العقائد الأخرى ليأتوا ويروا الناس وهم يمارسون الطقوس داخل هذا المكان. أتمنى أن يتم دراسة هذا الأمر، وأتمنى من مشايخ الدين أن يجدوا تصريفة أو تخريجة لهذا الأمر، لأنه دينيا مفيد لهم، لأنه دعويا مفيد هذا الدين. لماذا تحرم الناس من هذه المشاهد؟ لماذا تحرم الكفار؟ يا جماعة الراجل هذا الجميل طيب. المهم على العموم الرجل يدعو، طبعا هو كان من خلال ارتداده عن الإسلام أو انحرافه وزيغه وضلاله وبعده عن القرآن، بعده عن الله تبارك وتعالى. طبعا الذي يبتعد عن الإسلام، يبتعد عن الله، يبتعد عن القرآن، يتخطفه الشيطان، يعني يكون في مرمى الشيطان كما يقال، في مرمى الشيطان. فهؤلاء الشيطان هو الذي يزين لهم ما يقولون، يزين لهم أعمالهم، يزين لهم انحرافهم، يزين لهم ضلالهم، شدودهم، يعني تزيين هكذا. والشيطان أصلا لا يستطيع إلا أن يزين لك هذا الأمر بأنه جميل مليح شيء يعني محمود. طيب ما يقرأ أن الله تبارك وتعالى حرم دخول غير المسلمين إلى المسجد الحرام، وبين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إيش يريده؟ يريد أن يعصي المسلمون يعصون الله تبارك وتعالى، فيحل غضب الله تبارك وتعالى على المسلمين بدعوى التقارب بين الأديان، بدعوى التقارب بين الأديان، أن هذا الأمر أمر سياحي من أجل السياحة يزداد الزلط، من أجل الزلط تغضب الله تبارك وتعالى. يريد من المسلمين أن يغضب الله تبارك وتعالى حتى يحل عليهم غضب الله تبارك وتعالى، فيحصل بعد ذلك الانحلال والشذوذ والضلال. لأن كما قلت أنا على الله تبارك وتعالى إذا غضب من جماعة، يقول من شخص، مش من جماعة فقط، من شخص أو من عائلة أو من أسرة أو من شعب، غضب الله عليهم أوكلهم إلى نفوسهم وإلى شياطينهم، فالشيطان يتخبطهم كما يتخبط ابن آدم من المس. شفت كيف؟ فهكذا هو يريد الآن. أولا الغرب كيف أرى يعني دخلوا للمسلمين واستطاعوا اختراق المسلمين من خلال إبعادهم شوية 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 عن الدين الإسلامي. أيش يبعدهم عن الدين؟ عما يحبه الله وعما أمرهم الله تبارك وتعالى به، فحل عليهم غضب الرحمن، فنرى ما نرى اليوم من الهرج المرج القتل الدمار بالدول الإسلامية والعربية والإسلامية بسبب بعد المسلمين عن الإسلام الصحيح أولا، ثم عن الاستقامة والمنهج على طاعة الله تبارك وتعالى. الآن الرجل يريد كذلك أن يرتكبوا كبيرة من الكبائر التي نص الله تبارك وتعالى عليها ما في صفات، فلا يقربوا المسجد الحرام، لا من أجل السياحة، من أجل المال، من أجل مدخول المال، ثم بعد ذلك قال من أجل يعني أن يترقق قلوب هؤلاء فينظرون ربما يدخلون الإسلام. يا رجل أنت أول واحد خرجت من الإسلام، الآن تريد
يعني الخير للإسلام وأنت خرجت منه، وأنت تحارب أصلا الإسلام والمسلمين بطرق رومانسية وتدعو إلى، يعني أنا سمعت له في على قناة الام بي سي أو لا قناة الام بي سي ومرة على قناة اليمن، هذه الذي اليمن اليوم اللي فعلت معه لقاء في إحدى القنوات، يدعو إلى الانحلال يعني، وقلت له أنه يتكلم عن مسألة الزنا، أقول عادي أن تقام يعني، إيش فيها إيش فيها ارتكاب الخمور شرب الخمر اللي حرمه الله تبارك وتعالى، ليش يعني؟ قال حتى سيكون له يعني إن مكنه الله سيصنع مصنعا في الخمر في اليمن. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله أن تكون أنت وأمثالك يعني في بلد الإيمان والحكمة، بلد الفقه، بلد الإيمان. يكفيك يا رجل أنك قدك بعيد عن الدين، بعيد عن الإسلام، هذاك تشتي تخرب زيد خلق الله وعباد الله من الدين الإسلامي، وقل لك بعدين إيش يا رجل؟ كل واحد حر. طيب أنت حر، ابتعد عنه، مش حر أنك تقدح بنا وتقدح بإسلامنا وديننا، مش حرية هنا، هنا لا توجد حرية، لأن ديننا كما أنك تدعو إلى عدم محاربة اليهودية والنصرانية و امسك لسانك في من عدم محاربتك للدين الإسلامي، أمسك عليك هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني زي ما يقولوا طوبى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فأنت العيب الذي فيك أو العيوب التي فيك تغنيك عن أنك تبحث عن عيوب المتطرفين، حتى المتطرفين، أو عن عيوب المتأسلمين، أو عن عيوب الإرهابيين، أو عن عيوب اللي ما يعجبوك من المسلمين. انشغل أنت، انشغل أنت، أنت الآن في انحراف وفي ضلال مبين. يكفي أنك عصيت الله وعصيت رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر مصيبة، هذه أكبر طامة، أكبر يعني، هذا هو الانحراف والانحلال والشذوذ والضلال بعينه، أن تعصي الله الذي خلقك والذي صورك في أحسن تقويم والذي ميزك، وتعصي رسوله الذي أرسله الله إلى البشرية لإخراجهم من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، أخرجهم إلى يعني من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، نور الإحسان الذي أراده الله تبارك وتعالى. فنصيحتي لك محمد البخيتي، حاول أن تصلح أولا من نفسك، من أولادك، من بناتك، من زوجك، ثم بعد ذلك ابحث عن صلاح غيرك. طبعا الصلاح عند محمد البخيتي هو الفساد، هو الإفساد والفساد، لكن نحن نخاطبه بالإصلاح الذي هو عندنا نحن. الإصلاح هو الاستقامة على أمر الله وعلى طاعة الله وعلى الخلق القويم، الذات الإنسانية تكون مستقيمة. نصيحتي كذلك للأخ محمد البخيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، الاستقامة والعودة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على المنهج القويم الذي يدعو الناس إلى الاستقامة وإلى النور والتنوير. طبعا أقول له يعني، ليس الدين، لا تأخذ مثلا صورة عن الدين من خلال نظرتك إلى علماء المسلمين، أنا أتكلم هنا عن العلماء، لا أتكلم عن الوهابية السلفية أو الإخواني، لا، هؤلاء نحن يعني معروفون على أن هؤلاء لا يمثلون أهل السنة والجماعة، سواء كان جماعة الإخوان أو كانوا خوارج السلفية الوهابية. طبعا الأمر معروف عندنا وواضح أن أكثر من انحرف عن الدين وارتد عن الإسلام و
إلى الانحلال والشدود، وبعضهم إلى الردة والعياذ بالله، من كان سلفيا وهابيا، من كان إخوانيا. واليوم اسمعوا توكل كرمان الإخوانية ماذا تقول عن القرآن وعن عموم المسلمين وعن علماء أهل السنة من السلف الصالح. هذا فقط صورة لتروا من الذي يرتد عن الإسلام، الذي يأخذ دين الإسلام من أهل الضلال، الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها هؤلاء، ومن يأخذ دينه أو إسلامه من المتطرفين الإرهابيين الذين يبحثون عن الدنيا، عن السلطة، عن المال، عن الحكم، بقتل المسلمين، بالفتن بين المسلمين، بتكفير الحكام اليوم، بإشعال الفتن بين الشعوب وبين حكامهم. هؤلاء الذين وقعوا في وحل جماعة الوهابية السلفية أو جماعة الإخوان المتطرفين، هم الذين أغلبهم اليوم نراهم ينحرفون انحرافا شاذا عن منهج أهل السنة والجماعة. وبعضهم من الذي يعتقد بعقائد الشيعة الرافضة. لماذا؟ بسبب أن الأساس كان خربان. العقيدة عندما تكون خربانة فاسدة يحصل انحراف، أنت تكون في مرمى الشيطان، فالشيطان في أي لحظة سيجعلك تنحرف انحرافا تاما عن الإسلام والمسلمين. لذلك لا تجد حتى روح للإسلام بسبب الأساس خربان.